احنا زي ما وضحنا من شويه انه ده جراج الترجمان، وان احنا وفرنا هنا في هذا المكان حوالي 1750 او 1740 مكان. الاماكن دي في اربع جهات من هذا المبنى تم تخطيطها. المساحة المخصصة لكل بائع حوالي 4 متر مربع بالإضافة إلى الممرات وغيره. المكان ده مضاء ليلا، المكان ده تم تطويره بالكامل. الشوارع المؤدية إلى هنا، شارع الصحافة وشارع شنن، تم إزالة مئات الأطنان من المخلفات منها. الأماكن دي جاري تغطيتها الآن، احنا غطينا تقريبا حوالي 660 مكان، او يعني غطينا او يعني جاري العمل في اعمال التغطية. واحنا ان شاء الله باذن الله مع يعني استمرار العمل هنستجيب لاي طلبات من الباعة الجائرين لاعمال تغطية اضافية. هذا المكان هيبقى متوفر فيه نقطة شرطة، هيبقى متوفر فيه نقطة مطافي، هيبقى متوفر فيه شركة نظافة. احنا هنبقى مسؤولين عن الإضاءة بالكامل. هنعمل هنا مكان للميكروباصات عشان ينقل المشترين والمواطنين إلى هذا المكان. احنا بننسق، هناك تكليف من شهادة رئيس الجمهورية أن يكون هناك تعامل مع هذه القضية بشكل يراعي المصلحة العامة للبلد ومظهرها وشكلها، ويراعي أيضا البعد الاجتماعي لمواطنين بيمتهنوا هذه المهنة. وده التكليف اللي اتنقل لرئيس مجلس الوزراء، ومن أجله عقد يمكن أكثر من 5-6 اجتماعات، الكثير منها بوجود ممثلين للباعة الجائرين، ممثلين للنقابة. كل الخطوات اللي معمولة دي معمولة في هذا الإطار. امبارح احنا كان في عندنا اجتماع تنسيقي مع قيادات مديرية أمن القاهرة وممثلين المنطقة المركزية للقوات المسلحة ورؤساء الأحياء عشان التنفيذ الفعلي لهذه العملية. احنا هننفذ إن شاء الله خلال أيام قليلة، هناك بعض الترتيبات البسيطة التي نقوم بالانتهاء منها الآن. هننفذ على 3 مراحل. اهتمامنا الأول هو منطقة وسط المدينة، وبالتالي المرحلة الأولى هتبقى خاصة بشارع طلعت حرب وشارع محمد فريد وعم خالق ثروت وشارع عدلي وميدان طلعت حرب و26 يوليو. ثم هننتقل الى اماكن اخرى، الاوبرا والازبكيه وشارع 26 يوليو والاسعاف وشارع الجلاء وشارع رمسيس. ثم المرحله الثالثه هتبقى ميدان رمسيس ان شاء الله باذن الله. احنا متفائلين، احنا عملنا اللي علينا، احنا انفقنا فلوس كتيرة لتجهيز هذا المكان ليكون بهذا الشكل المتميز والمتحضر. انا ارجو انه تكون دي رسالة موجهة من خلال الاعلام المصري اللي بالتأكيد هو حريص على يعني شكل وواجهة مصر كلها اللي هي القاهرة، هم والسادة المواطنين والبائعين وممثليهم، نحن كلنا نتكاتف ونتواصى لكي نضع حل لهذه المأساة اللي موجودة في وسط المدينة الآن، التي لا ترضي أحد. وأنا متأكد ومن إنه سوف نلقى مساندة من الإعلام ومن المواطنين ومن البائعين في التنفيذ الفعلي لهذه التجربة. احنا بدأنا بأصعب حتة في القاهرة، والقاهرة هي أصعب مدينة من ناحية التنفيذ في جمهورية مصر العربية كلها، وبالتالي نجحنا هنا. نتمنى إن شاء الله يعني أن هذه التجربة تنجح. نجحنا هنا معناها أننا سوف ننجح في أماكن أخرى في القاهرة، وسوف ننجح أيضا في مدن أخرى في جمهورية مصر العربية إن شاء الله. التعامل مع المخالفين بقى يا فندم، لو في باعة امتنعوا او رفضوا انهم يجوا هنا، انا مش عاوز افترض كده، لكن اذا ده حصل هيكون ايضا بنتكلم على قله قليله، لان انا زي من شويه ما قلت احنا بنتكلم على يعني ترتيبات تمت على مدار شهور بمشاركه جميع الاطراف. في الاخر بلد فيها قانون، اذا واحد من 100 خالف لابد ان يتم التعامل بالقانون. انا عاوز اقول ان اللي احنا بنعمله هنا ده حل مؤقت لمده 5 إلى 6 شهور. هناك مكان دائم اللي هم بيسموه مصنع التلج،
هذا المكان مملوك للشركة القابضة للتشييد اللي هي جزء من وزارة الاستثمار، وهذه الشركة سوف تقوم على بتمويل من عندها بالبناء على هذه الأرض، وتم تكليف الاستشاري وتم إعداد التصميمات وتم عمل الجسات، وبيجري حاليا عمل ما يطلق عليه عمليات التحميل للتأكد من نوعيات التربة وقوة تحملها. سوف يتم وضع حجر أساس خلال أقل من أسبوع من الآن إن شاء الله، يكون هذا في وجود السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. فحالاتي بنتكلم على يعني مجموعة حلول يعني متكاملة، حل سريع وحل دائم، كله تم بتشاور مع جميع أطراف الفاعلة في هذه القضية، سواء وزارة الداخلية أو المنطقة المركزية أو محافظة القاهرة أو وزارة الاستثمار بوزارة التنمية المحلية، رئيس مجلس الوزراء شخصيا. فأنا متخيل أنه مقومات النجاح موجودة، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نلقى دعم الجميع، ويعني ربنا قدرنا كده ونعمل حاجة يعني تعيد إلى الوجه المتحضر للقاهرة عاصمة أقدم دولة في التاريخ جمهورية مصر العربية.